ان الفكره نفسها لو عندك فكره ليها مرجعيه اللي هي الخوف. الخوف المرضي او الخوف المكتسب او الخوف العادي اللي احنا ممكن نعيش بيه كويس جدا. النهارده الحقيقه عايز اتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي بتعطل الانسان من يتقدم في حياته اللي هي الخوف. الخوف له اصناف وله انواع وله مجموعات، فالنهارده هتكلم عليها بالتفصيل. والغرض الحقيقه من الحلقه دي انك تاخد استراتيجيه بسيطه جدا انك ازاي تقدر تتعامل مع هذا الخوف المرضي وتحطمه في اقل من 10 دقائق. لان الانسان اذا كان عنده القدره يتعلم حاجه ممكن عنده القدره انه يحطمها وتعلم حاجه غيرها. هتبص لان كل افكارنا ليها تركيبه، لو غيرت التركيبه تغير الفكره بحالها. دلوقتي وانا بكلمك انت سامعني وشايفني بتديها معنى، بتديها ادراك، بتحس بيها، كل دي تركيبه. أنا هفتح مشروع، أنا عايز أفتح مشروع يا هيثم أبو حميد. مشروع العمر، مشروع الحياة، حتة مشروع، مشروع هيكسبنا ذهب، ذهب أقسم بالله لنا والله العظيم هنكسب ذهب من المشروع ده. يا محمد بتفهم في البط؟ في شركة كتير، بص انا هجيب لك شركة يا رجب اسكندراني. بط، بط، نجيب بط، نجيب بط كتير، نعمل مزرعة بط يا عم، مزرعة بط كتير، زريبة، نجيب زريبة نمليها بط كتير، نعمل بط بقى ونتاجر في بط، نتاجر في البط يا والله، والله بيكسب، اقسم بالله البط بيكسب. وحشني. الو بقاء لله. انا هكتب فيلم. في الاخر يطلع اخوها اللي قتلها، اخوها اللي قتلها، قتلها بالمسدس. لا السيف، قتلها بالسيف. طب وبعد ما يموت هنعمل ايه؟ وبعد ما يموت هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بعد ما يموت؟ قول لي هنعمل ايه بعد ما هيكون ايه غير الزفت؟ هتخونه مع مديره في الشغل. خيانة، تدخل سارة على محمود وهو عاري في فراش الخيانة. خيانة بقى في كل حتة. لازم نلاقي أسباب الحاجات اللي بتخش في بعض دي. صدقي زي ما خنتيني مع اشرف انا بخونك مع سماح يا خاينة. اهو انت اللي خاين، لا انت اللي خنتي الاول، لا انت اللي خنتي الاول. انا قفشتك مع نرمين، تعرفتي موضوع نرمين ده منين اصلا؟ انت خاينة، لا انت خاين. الثقافة هي الحل. بدأت إنسانية الإنسان وانتقلت السلطة العليا في حضارة. قصة الحضارة، نشأة الحضارة، هو ده الحضارة، كيف بدأت الحضارة؟ احتكاك أوراق الشجر أو غصونها. يا جدع يا جدع. أيوة
ايوه البدايه فين؟ انا احب ابدا من الاول. لا مقدمه ايه؟ مفاضيين. عايزين نشرب. عايزين منتصف الحضاره. منتصف الحضاره فين؟ ان منتصف الحضاره هو اهم شيء في الحضاره، لان احنا ايه؟ احنا عارفين الفات وعارفين احنا فيه، بس مش عارفين المنتصف. مش عارفين المنتصف حصل في ايه؟ منتصف الحضاره، قصه الحضاره دي. واحد نفسه يبقى حاجة وهو ولا حاجة، هدفه انه يكمل المشوار اللي بدأوا غصب عنه. هما اللي قالوا لك بدأوا هما القصة وسابوك انت تكمل، وانت يا عيني تايه ومحتاس. شربوك الفاس، ضربوا فيك الفاس، محبش القلقاس، هتأكلهولي ليه؟ أنا وحشة ولا إيه؟ أنا وحشة ولا إيه؟ أنا وحشة ولا إيه؟ أنا وحشة ولا إيه؟ أنا عامل فطار، عامل فول، وبيض، عامل بطاطس، عامل جبنة، قرش طعمية، زيت كتير.